تحرص مصانع الألبان البحرينية على مضاعفة إنتاجها للوفاء بمتطلبات المستهلكين في شهر رمضان المبارك خصوصا وأن هذه المنتجات تعد متطلبا أساسيا لدى الأسرة البحرينية. إنتاج وفير للألبان ومشتقاتها استعدادا لاستقبال الشهر الفضيل. تعمل عليها مصانع الألبان للوفاء بمتطلبات المستهلك خصوصا وأن هذه المنتجات تعد مطلبا أساسيا لدى الأسرة البحرينية، فيكون الاعتماد عليها مضاعف ولا يخلو أي منزل منها طوال أيام الشهر. احنا نحرص في رمضان نكون متواجدين في الأسواق بحيث ان جميع منتجاتنا اللي قاعدين ننتجها واللي يستهلكها المواطن البحريني تكون متواجدة في السوق بكثرة بحيث ان احنا يعني نغطي كل احتياجات السوق. طبعا احنا قاعدين نشتغل لمدة تقريبا 24 ساعة، المصنع شغال فول كاباسيتي، بالإضافة طبعا السوق المحلي قاعدين نصدر احنا لحوالي تقريبا اكثر من 20 دولة بالإضافة لدول مجلس التعاون. المنتج البحريني متميز ومطلوب في العديد من الدول الخليجية منها والعربية، فهناك طلب كبير على ما يتم إنتاجه في البحرين للألبان ومشتقاتها، ما يؤكد على وفرة الإنتاج والقدرة على التصدير في الوقت ذاته، ما يعني بأن البحرين تسير بخطى ثابتة في القطاع التجاري بالرغم من الظروف الخاصة التي يشهدها العالم جراء تفشي جائحة كورونا. طبعا معروف كل موسم في رمضان ترتفع نسبة المبيعات بنسبة 50 إلى 55 إلى 60% في المواسم، وخاصة في الأشياء مثل الحليب الأبيض والألبان مثل اللبن والروب واللبنة. وطبعا احنا عندنا بعد منتجات للخارج قاعدين نصدرها، من ضمنها الأيس كريم، من ضمنها الأشياء المبردة. في رمضان بعد بتزيد نسبة التصدير وبالنسبة للإنتاج. الإنتاج البحريني غزير ووافٍ وقادر على سد حاجة السوق المحلية دون أن يشعر المواطن والمقيم بأي نقص للألبان ومشتقاتها، على اعتبار أنها مطلب أساسي في شهر رمضان المبارك. وفرة المخزون الاستهلاكي من الألبان ومشتقاتها بخيارات متنوعة ومتعددة هي خطة سنوية تضعها مصانع الألبان في البحرين لضمان توفر تلك المنتجات طوال أيام الشهر الفضيل لتلبية متطلبات المستهلك في هذه الأيام المباركة. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.